شيخ حافظ السلام، شايفين حضرتك ان بتطبع بيانات وبتوزعها على بتكلف ناس يوزعوها على المواطنين في الشوارع. الهدف من هذا البيان بالاضافه لما هو مدون فيه، غرض سيادتك من ذلك ايه يا فندم؟ هو انا اتفقت مع القياده العسكريه ايوه على ان هم هيجالوا دوريات مستمره في جميع احياء السويس مع وجود تلفونات لاي شكوى من اي مواطن تتحقق فورا، وان لم تتحقق فورا يقدم الشاكي شكوى الى قائد الجيش يبحثها بنفسه. حزب الاستقرار تعود امتى يا فندم وازاي؟ لما نعمل مجلس رئاسي. ايوه يا فندم. والمجلس الرئاسي ده هيضم كل من يرشح نفسه والشعب ينتخبه هي بقضينا على هذه البلدان. طول ما محمد مرسي قاعد منفردا بالكرسي وهم كل واحد منهم طمعان في هذا الكرسي عشان نخلص من هذه الاضطرابات من المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي الشعب هينتخب اعضائه يبقى قضينا على الكلام الثاني لحد فتره انتقاليه لحد ما يتم التاسيس وضع الاسس الاسس حكم مصر ان شاء الله. لما ينصلح حال مصر وامن مصر يبقى ندور على الانفراد الكرسي.